سيدنا السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في حلقه جديده ديال النقاش 2.0 اللي اليوم بغا تاكد على التوجه ديال الجديد ماشي غير الويب ولكن كذلك الاعلام. وداكشي علاش غادي نتكلموا لكم على مشروع قانون الصحافه الجديد في المغرب. فقرات ديال اليوم غنشوفوا لي نيوز، غنشوفوا الزابينغ، غنتعرفوا على الباز ديال اليوم مع مهدي الوزاني ومع اوباما، غنفسر لكم علاش. وفي لي تيلي دو موند غنشوفوا امام موضه. هادشي كله في نقاش 2.0 اللي كنفكركم بانكم ما كتبعوهاش غير في التلفازه ديالكم ولكن كذلك في لي سمارتفون ولي زورديناتور. علقوا عقبوا تبعونا في نقاش 2.0. سي بارتي. مرحبا بكم في حلقه جديده ديال نقاش 2.0 اللي غادي نقدم لكم الضيوف ديالنا اللي حاضرين معنا فيها. السيد وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومه سي مصطفى الخلفي، مرحبا بك معنا. شكرا قبول الدعوه. كلشي بخير؟ الحمد لله. الحمد لله. خالد طريدقي صحفي، تشرفين. كلشي بخير؟ الحمد لله. الحمد لله. ومروان حرماش اللي مغرد مغربي تويتو معروف في الشبكه بسنايبر ايما ومعروف سورتو بلا غوفي دو بريز ديالو، مرحبا بك معنا. شكرا. في الاول كما كلشي دخلتي لتويتر باش تلقى المعلومه، دابا وليتي الناس كتزولهم بالمعلومات اللي كتلقاهم في الصحف المغربيه. وبكل تواضع يعني واحد يعني انا قراءه في الجرائد، مع العلم ان كاين واحد الصعوبه ان مجموعه ديال المعلومات اللي كتكون كتصدر في الصحافه الورقيه كتكون ظهرات قبل في الشبكات الاجتماعيه اللي ولات وسيله النشر ديال المعلومات. والصحفيين حتى هما واخا كاين واحد على اي ندى موضوع اخر، ان الصحفيين مازال ما عندهم دوك الوسائل باش يستعملوا الشبكات الاجتماعيه والانترنت بواحد الطريقه اكثر فعاليه باش يمشيو للمعلومه. على اي الصحافه هي الموضوع ديالنا الرئيسي اليوم، لان غادي نهضروا على المسوده ديال القانون الجديد ديال الصحافه في المغرب والصحافه الالكترونيه كذلك. ولكن قبل من هادشي هذا غادي نشوفوا لي نيوز ديال لاسمان. في النيوز هذه السيمانه غنهضر لكم على فياديو، داك الريزو سوسيال بروفيسيونيل اللي كتعرفوه جا للمغرب، دخل المغرب في 2012. ودابا المدير العام ديال هذا لو ريزو سوسيال قرر انه يلونسي لا فيرسيون بالعربيه للناس ديال المغرب. دخل في جانفي 2012 ومنها دخل خدا اكثر من مليون ديال لي زوتيليزاتور ديالو، وبهذا لو شيفر هذا دوبلاو المستعملين ديالو في العالم كله. دونك لقاو باللي المارشي ديالهم في المغرب خدام مزيان وقرروا انهم يستقروا هنايا في البيرو ديالهم ديال كازا، وغادي يطوروا لا فيرسيون ارابوفون ديال فياديو. وهذا هو اول بلد عربي واول بلد افريقي اللي غتستقر فيه فياديو في هذه النسخه العربيه. نمشيو لابليكاسيون، واحد لابليكاسيون كان خرجها واحد المراهق من اصل استرالي هو عايش في سميتو في لانجلتير، سميتو نيك دالوازو. باع واحد لابليكاسيون لياهو، ضحكوا الناس ديال ياهو تيقولوا بلي هو اول واحد دخل يخدم في ياهو، الوغ كو تزاد من بعد ما تزاد فيه 17 عام ولا ملايير 17 عام. هذا السيد هذا بدا كيخدم لي زابليكاسيون من بيتو من البيسي ديالو ملي كان 12 عام، وخرج بهاد لابليكاسيون سميتها سوملي اللي كدير تلخيص ديال المقالات ديال الجرائد الالكترونيه باش الناس كيوصلوها بطريقه سهله في الايفون ديالهم. ياهو شرات هاد لابليكاسيون هادي، دونك ما بقاتش غادي تخدم بروشينمون في التليفونات ولكن غادي ديفلوبيوها في الريزو ديالهم. دونك شافوا صحابو بثلاثه وغيديروا اون ستارت اب ديال دي جون باقيين صغار بزاف اللي كيديفلوبيو هاد لو جونغ ديال لابليكاسيون بور ياهو. دونك لابليكاسيون تبعت بتقرب لو بخي اللي قالوا غتوصل 30 مليون ديال الدولار تل 60، مازال ما حددوش بالضبط، تقريبا غتكون تقريبا 240 مليون ديال الدرهم الى وغيكون اول مليونير دخل ياهو اللي عنده اقل من 18 عام. غنمشيو للوركشوب ديالك. نمشيو لواحد الوركشوب اللي بغينا نهضروا عليه اللي هو موروكو ويب انتربرايز وركشوب، يعني حصه الشغل اللي غتكون 26 و 27 ابريل الجاي في الدار البيضاء، واللي غتسمح للمغاربه بغاو يدخلوا في العالم ديال الانترنت ويديروا لونتربريز ديالهم فيها، تعطيهم دي زوتي باش يفهموا كيفاش يصيبوا لو سيت ويب ديالهم، كيفاش يوصلوا لي كليون ديالهم، كيفاش يبريزونتوا لي برودوي ديالهم. وهادشي كله من خلال واحد يومين ديال الشغل. وبالنسبه للمهدي مرابط اللي هو داير هاد الوركشوب، تيقول بان في يومين هادوك الناس غادي يقدروا على الاقل يدخلوا في اتصال مباشر مع لي كليون ديالهم بوتونسيال اترافيغ دي سيت اللي غيكونوا كرياوهم في ديك اليومين. اذا فرصه مزيانه اللي بغى يدخل لعالم الانترنت باش يديفلوبي
ديفلوبي البيزنس ديالو ولا يبدع، ولي زانفورماسيون كاملين غتلقاهم في لو سيت اللي افيشي في ليكرون. روت انا غندخل المغرب، هاد لافورماسيون عرفناها في الجريده ديال لي زيكو، جريده فرانكوفون. دونك هاد لاشين هادي غتدخل المغرب كما قال المدير ديالها سالم الهندي، تيخدم على انه يوسعوا النشاط ديالهم حتى المغرب، لحقاش غادي تخدم لهم مزيان. دونك غيكون لو بروجي هو انها تكون اون شين ديال الموسيقى اي اون ستاسيون راديو في المغرب. الوليد بن طلال الملياردير السعودي والامير هو مول هاد روتانا، هو الاكسيونير ديالها. دونك هاد لا ديفوزيون ديال هاد لافورماسيون خرجت بزاف ديال لي سيت، ولكن لي زيكو كانوا هما السباقين اللي داروا استجواب مع المدير ديال روتانا سالم الهندي، وقالوا بلي راه هادوك لي زوتر جورنال الكترونيك داروا شويه ديال البلاجيا. دونك هادي غير باش نعاودكم على هادي بلا سوم، ولكن انا بغيت التعقيب ديال السيد الوزير على هذا الخبر دخول روتانا المغرب. هذا مثل موضوع دراسه، والمنح التراخيص للقنوات الاجنبيه هو بيد الهيئه العليا للاتصال السمعي البصري. بالفعل بغيت غير التعقيب ديالك زعما ماشي واش اوتوريزي ولا لا، غير زعما هذا هو كانت المقهى ديال روتانا يعني. انا كنت لانه الان المغرب اولا اختار السياسه ديال الانفتاح الاعلامي، والان في 2012 البي بي سي ارابيك رجعات، تي تي ديال تركيا، السكاي نيوز ارابيك، الجزيره بالشبكه. اذا اختارينا واحد الاختيار ديال ان المغرب عنده عناصر قوه، وهذا وكان سباق في هذا المجال ديال تحرير المشهد السمعي البصري، لانه هو البلد الاول اللي في المنطقه المغاربيه اعتمد قانون خاص بالاتصال السمعي البصري، وحدث الهيئه العليا للاتصال السمعي البصري 2002 2006، واللي بالمعايير ديال هذه 10 سنوات كان متميز. الان اللي في الوقت اللي الدول كتناقش فحال نقولوا الجيل الاول، المغرب دابا الان يدخل في مناقشه الجيل الثاني من القوانين المنظمه للمجال السمعي البصري. بغيت نرجع لواحد النقطه اشرتي لها، هي رجوع الجزيره للمغرب، واش هذا كيعني بان المكتب ديالها غادي يعاود يتفتح؟ تماما سيد الوزير، غير على يعني صحيح اننا كنا السباقين، ولكن ما كتلاحظش باننا بحال كان واحد لوغوتاغ، ان بالمقارنه لمصر ولا غير لتونس، اننا ما عندناش اليوم قنوات اللي كانت ممكن خاصه اللي كان ممكن انها اولا تحسن يعني الانتاج الوطني في هذا الماتير، ودير ان بو بلوس دو كونكورونس في هذا السوق هذا. يعني صحيح حررنا وقيله قبل، ولكن كبحال بقينا على هذا لاكي، بقينا على هذا وما درناش، ما فتحناش قنوات خاصه اللي كان ممكن انها انا متفق معك، كاين مشكل على المستوى الاذاعي محلول، لانه الان ازيد من تقريبا عندنا واحد ازيد من 16 اذاعه خاصه عندنا في وكاين الجيل الاول والجيل الثاني، ومؤخرا وقعنا اتفاقيه ديال الدعم للموارد البشريه واطلاق دراسه حول القطاع بعد دابا 6 سنوات من الانطلاق ديالو. ولكن على المستوى التلفزيوني كاين تحدي، وهذا تحدي الان ولا ضاغط. على المستوى المغاربي وصلنا لحوالي 50 قناه. المغرب موضوع تركيز اخباري، عندنا احصائيات تتحدث على حوالي 10 قنوات اخباريه، يعني كتعطي لانفورماسيون، كتعطي المعلومه، كتركز على المغرب، وكتعتبر المغرب هو بمعنى يمكن حدث وقع في المغرب ياخذ ابعاد اعلاميه اللي حدث يوقع في بلد اخر ما ياخذهاش. وعلاش حنا ما نتخيطوش لافورماسيون حنا بنفسنا في القنوات ديالنا على ديفيرسيتي، انا يكون عندنا اكثر ديال القنوات اللي تسمح ان لو تريتمون ديال لافورماسيون يكون مختلف من اذاعه لاذاعه. لا باش ما يكونش خلط، دابا انتم كنديروا جوج حوايج، ما يكونش خلط، كاين التغطيه، هاد القنوات اللي هضر عليهم السيد الوزير ديال العربيه اللي كيجيو هنا المغرب كيديروا التغطيه. حرماش هضر على لي ليسونس، يعني كيف داكشي اللي كنت قلت لك انا قنوات جديده باش ما يكونش خلط. كاين اختلافيه في كاين الان مقاربه جديده هي اللي جات في دفاتر التحملات، كتقول مساله سياده اعلاميه، النقاش الوطني حول القضايا الوطنيه خصو يكون في الاعلام الوطني العمومي، وجا لي اول مره في دفاتر التحملات الباب الاول اللي كان حول الخدمه العموميه، الخدمه العموميه كتقتضي ان هادشي اللي قلتي ديال النقاش العمومي والتنوع والافكار وكذا يشاهدوه المغاربه في الاعلام ديالهم. فشنو كان ربحو؟ كان ربحو تعزيز الاستقرار، كنربحوا التطور الديمقراطي، وكنربحوا التنميه الاقتصاديه في المغرب. سمح لي خصنا نرجعوا لاخر نيوز باش ندخلوا لو ديبا اللي مازال عندنا، وغنسالي واحد لانيوز زوينه اللي هي واحد الكراميل الفرنساوي معروف اللي مليار ديال الكهرباء كيتباعوا في العام، وكانوا داروا واحد الخبر مؤخرا عن طريق دي كومينيكي دو بريس، عن طريق الاعلام الفرنساوي كامل خدا هذا الموضوع هذا، لان بالنسبه لهم بحال قصي في شي حاجه ديال ليدونتيتي الفرنسيه، انك غتحيدهم النكات من الكارنبار اللي هو كانت اهم واشهر حاجه فيه.
وكانوا غيديروا بلاصتهم دي زيكزارسيس وتمارين للاطفال باش يتعلموا الحساب يتعلموا اجوبه بحال في المدرسه. فرنسا تهزات، الشبكة الاجتماعية تهزات، الأخبار المعقولة واللي ما مش معقولة هدروا على الموضوع هذا، وهي في الآخر كانت أكبر نكتة ديال كارنباغ هي أنه قالت لهم غتحيد النكتة ديالها، وهادشي ما يمكنش لأن كارنباغ ولاجونس اللي كانت دارت هاد القضية هادي معروفة بزاف ديال فريدان فريد اللي عندهم بوزمان. سي خالد الصحافة ما محمياش أن بحال اللي ماخ بحال هكا يستعملوها في الماركتينغ ديالها ويديروا أن بوز من خلال خبر خاطئ في الأول. إلا كان القانون ديالهم كيسمح به ما كاينش مشكل. وهي دازت أكثر على 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 شكل دعابة ونكتة من 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 خبر زعما سيغيو اللي غيديرونجي الناس. غادي ندوزو تو سويت الموضوع. كاين واحد الخبر اليوم خرج. شنو هو؟ توا كذوب. توا كذب أن عبد الإله بن كيران قدم استقالته. كانت في فيسبوك بحكم اني وزير الاتصال بدون الناس كيتصلون تيقين الخبر، والخبر كتبته احدى الصحف الالكترونيه وفي الاخر كتقول هذه كذبه ابريل. اذا هادشي كيرجعنا للضروره فعلا تار مشكل في هذا القانون الجديد اللي غيأثر الصحف الالكترونيه. ولكن كنظن بان اذا تبعتي سنايبر في تويتر ما تلقاش بحال الاخبار هذه، لانه هو كيقلب الخبر ديالو قبل ما يحطو. انا لقيت الناس في تويتر عندهم اخبار كاذبه عليا. ماشي سنايبر، ماشي سنايبر. السيد الوزير في الحلقه الاولى ديال نقاش 2.0 كان داز عندنا معاد غاندي اللي هو مدير شركه انتاج، واللي وجه دفاتر التحملات الجديده مجموعه من الانتقادات اللي بغينا نعرفوا الراي ديالك انت عليها. كنا تكلمنا مع الضيوف ديالنا انهم تكلموا على سنه بيضاء في الانتاج المغربي، كي شنو نظرك انت في هذه المساله هذه؟ اولا بغض النظر لاني انا ماشي في البرنامج باش نرد على لا، ولكن غير نعرف الراي ديالك. ولكن بناء على السؤال اللي طرحتيه نستغل الفرصه لحضورك. اولا لا يمكن الحديث عن سنه بيضاء، هذا واحد القطاع حيوي عندنا في المغرب، ازيد من 600 شركه انتاج مسجله، منها اللي عندها الترخيص ديال المركز السينمائي المغربي 119، عندها واحد الرخصه اللي كتسمح لها تدير انتاجات متقدمه في او تنفذ الانتاج لفائده الغير او وفق قانون الصناعه السينماتوغرافيه اللي صدر هذه 13 عام. وهو الان كان المهنيين كيقولوا خصو يتراجع لانه ما كيفرقش ما بين الانتاج السينمائي والانتاج التلفزيوني. التحدي اللي كان وهو ان عندنا حوالي 600-120 اللي هي تقريبا اللي مسجله بحسب اخر الاحصائيات، ولكن اللي موجوده في الانتاج التلفزيوني اقل من 80، بمعنى كيمكن نقول واحد 15%. شنو لقينا كحكومه؟ لقينا ان هذا القطاع ما كيخضعش للمنافسه الحره. ما كاينش نظام ديال الصفقات العموميه، ما كاينش نظام ديال المنافسه وفق ما جاء في الدستور، لان الدستور حسم هذا الامر. فعلا كان عنده استثناء تعطى في حكومات سابقه. اللي مهم عندنا وقلنا هذا الاستثناء خصو يوقف. اول شيء درتو هو الحوار مع المهنيين، هادي تقريبا ازيد حوالي سنه وساندوني لا الجمعيه ديال مقاولات السمع البصري ولا الاتحاد ديال شركات السمع البصري، قالوا احنا مستعدين نخوضوا هذا الاصلاح. الذي حصل وهو ان عندنا تقريبا 500 مليون درهم اللي كنخرجوها السنه الماضيه 2012 اللي كيقولوا سنه بيضاء. في مارس 2012 جات اداره الشركه الوطنيه للاذاعه والتلفزه تقدمت بالميزانيه. الان المناقشه ديال الميزانيه اللي كتتم الان بمعنى التنفيذ ديال 2012، شنو لقينا؟ لقينا ان الميزانيه ديال الانتاج الخارجي تزادت ب 15%. اذا خصنا نسالوا من ناحيه من هادو؟ لا، ولكن كنتكلم على ميزانيه 2012 دفاتر التحملات. لا اذا اولا كانت صفقات قبل، يعني ممكن المغربيه كانت كتنتج بالفعل. اذا ما يمكنش نقولوا سنه بيضاء، بمعنى كان انتاج معين. فعلا لقينا فاش الشركه 100 وازيد من 120 برنامج اللي كتسمى برامج التدفق اللي كتنتجها 77 شركه بميزانيه كتبلغ حوالي 400 مليون درهم الى غايه 31 دجنبر. هذه البرامج كانت تنتج وتقدم. هذا باش نردوا على 2013 دفتر التحملات صدر في الجريده الرسميه في 22 اكتوبر. التقيت مع الجمعيه ديال مقاولات السمع البصري بطلب منهم، وكان حوار وكنحيي الرئاسه ديالهم. جا وقال لك عندنا ثلاثه الاشكالات. الاول تسريع الارساء ديال اللجان والنظام ديال طلبات العروض. هادشي واش تم؟ لان دابا هذه اللجان عدات هذه الايامات هذه ورمضان قاتلو انا اللي نقول لك تقريبا اللي نقول لك كنا حنا في 22 حنا واش ماشي من سنه بيضاء ندوزو سنه سوداء ديال الانتاج، لان الوقت ما يسمحلهمش انهم يديروا انتاجات في المستوى. اولا سنه ديال الخير والبركه في هذا العام. هادشي اللي كنتمناو التلفزه المغربيه، ولكن الوقت كيقول لنا حنا. ومنها هذا البرنامج هذا ديال النقاش
2.0 الصفقه مازال كتنجز ماشي من الصفقه الجديده ديال التحملات. لا منها هذا برنامج بالبرامج الجديده اللي كتش برنامج جديد، هذه برنامج كيكمل دابا. لا دابا انا كنقول لك هذه الحلقه الخامسه ولا شحال؟ الخامسه في 2013 الفصل الثاني يعني تفكر الفصل الاول. دابا اسمح لي، هذه حلقة الخامسه في برنامج كيشاهدوه المغاربه، برنامج جديد في 2013. نعم لكن انا مستعد نعدد لك عدد البرامج من هذا النوع هذا اللي كيتقدموا عند المغاربه واللي كافين باش برامج كتعالج قضايا الشباب فيهم وجوه بحالك مع الشباب والاخت وخدامين في النقاش. بمعنى الحديث على سنه سوداء هذه اوهام. شنو اللي بيضاء؟ هذه اوهام. هو في الحقيقه انا عجبتني كلمه بيضاء، عرفتي علاش؟ لان البيض ديما كيبشر بالخير. ديما كيبشر بالخير. اليوم رجع للموضوع لا سمحتي لي، 22 اكتوبر صدر في الجريده الرسميه دفتر التحملات، عطينا اجل 3 شهور يعني قبل 22 يناير خصنا نشكلوا اللجنه وخصنا نحدوا المسطره ديال طلبه العروض. 17 يناير 18 يناير في القناه الثانيه وفي الشركه الوطنيه تحل هذا المشكل، احترمنا هذا الاجل. ثاني اتفقنا معهم على واحد العدد ديال المقترحات خصها تكون في الاليه ديال طلبه العروض، التزمنا بها وتقدمات في مذكره. ثالث اتفقنا معهم انه من بعد ما يخرج هذا الامر خاص يتعلن على طلبه العروض. فعلا تعلن عليها في فبراير ودازت اللجنات ودازت ووفق واحد الجدوله زمنيه معينه في كل المساطر في العالم، المساطر ديال الصفقات العموميه عند المرحله ديال الاعلان والمرحله ديال الدراسه والمرحله ديال الاعلان. ان شاء الله ترجع من دابا شهور قليله ان شاء الله ما يكونوا هاد البرامج الجداد تنجزات باش نشوفوا شاطات لاكاليتي ديالها. بغيت نرجع للموضوع ديال اليوم اللي هو القانون الجديد ديال الصحافه اللي انتم خدامين عليه حاليا مع اللجنه العلميه اللي كتباشر في الكتابه ديالو. لحد الان لا السي بن عبد الله لا السي ناصري ملي كانوا وزراء ديال الاتصال ما قدروا يوصلوا لهاد لو شونتي انه يكمل. انت درتي منه من الاولويات ديالك. لحد الان يقال ان السياسيين كانوا كيعطلوا هاد الموضوع هذا لان باغيين اكثر ديال الشده في التعامل مع الصحفيين، الصحفيين باغيين اكثر ديال الحريه. في البيلون ديالكم كتقولوا بان حتى شي صحفي ما دخل للحبس هاد العام بسبب شنو تكتب، ولكن كاين دوت سينيو اللي كنحاولوا اللي كنتمنوا انهم غيكونوا ما كاينينش في هذا القانون الجديد. لان كتعلن بان على 26 بند اللي كان كيدخل صحفي للحبس بسبب الكتابه ديالو تحيدات. هذه من وحده من الحوايج الجديده في هذا القانون الجديد. شنو هما الاولويات الاخرى الجديده في هذا القانون؟ الغاء العقوبات السلبيه للحريه كما تفضلتي. جوج، توسيع صلاحيه القضاء، اختصاص ديال المنع ديال الصحف ما يبقاش عند السلطه التنفيذيه. الدستور يقول حريه الصحافه مضمونه، التطبيق ديالها ان هذا الاختصاص ينتقل للقضاء. اذا وهذا بالنسبه الي انجاز كبير. ما السلطه التنفيذيه تبقى تحدد للمغاربه شنو يقراو وما يقراوش في العصر ديال تكنولوجيا المعلومات والفيسبوك والشبكات الاجتماعيه وغير ذلك. كنعتبر هذه القضيه دستوريا وواقعيا اصبحت متجاوزه. النقطه الثالثه اللي هي ايضا مهمه في هذا الامر وهو ان المنح ديال بطاقه الصحافه. دابا الان شكون اللي كيعطيها؟ كتعطى وزاره الاتصال. والصحفي اللي كان كياخذ البطاقه ديالو باش اللي هي اداه من ادوات ديال الحمايه بالنسبه للصحفي في اثناء الممارسه من عند السلطه التنفيذيه هذا اشكال. اشكال حنا كنقولوا انها خاصها تمشي لعند مجلس وطني للصحافه مستقل وديمقراطي منتخب. الناشرين اللي عندهم رقم اللجنه الثنائيه ينتخبوا اللي كيمثلهم فيه. الصحفي اللي عندهم البطاقه المهنيه ينتخبوا شكون اللي كيمثلهم بيناتهم مهنيا. وكاين الثلث الثالث ديال المجتمع كما كاين في التجارب الدوليه. هذا المجلس هو اللي يعطي البطاقه، هو اللي يدير التحكيم. كاين ايضا بالنسبه للصحفيين المهنيين ايضا كاين المراجعه ديال القانون، كاين مسجل ديال حريه المعلومه وضع مقتضيات في اطار قانون الصحافه، وكاين ثلاثه ديال المقتضيات قانونيه اللي ضروري نحيي فيها الناس اللي اشتغلوا معنا اللي هما المهنيين. الناس ديال الطباعه والتوزيع والاشهار. اشتغلنا مده سنه مع الناس ديال الاشهار، اتفقنا على ارضيه اللي الان تكون مقتضيات قانونيه مع مولين التوزيع، الشركات ديال التوزيع ديال الصحافه والشركات ديال الطباعه. للاسف ما عندناش هيئه اللي كتجمع المطابع. تصور شنو اضطرينا نديرو، تنتحاوروا مع كل مطبعه اننا نتواصلوا معهم. هاد الشيء كامل يعطي اهم جديد اللي هو تولي عندنا واحد مدونه الصحافه والنشر. غن اخر نقطه قبل ما ندوزوا للفقره الموليه اللي كيظهر هو ان دوك اعاده هيكلات وعقلنه الميدان لي كارت دو بريس غيولي يعطيهم واحد الهيئه اللي مختصه في هذه. ملي قرينا في المسوده اللي خرجت وظهرت في الصحافه الوطنيه ان غيكون الرقابه من الطريقه الاخلاقيه اللي غتكون من كتديرها الشرطه في بلاصه القضاء، يعني باذن من وكيل الملك
الشرطي يمكن له يمشي يحبس مطبوع ويحيده من السوق الى شاف بان مخالف للاخلاق. وحد الان كنا فيما يخص الحبس ديال هاد المطبوعات هذه الا كانت كتمس بالملك او بالمقدسات بالدين او لا بالوحده ديال الترابيه ديالنا، هادو هما المواضيع اللي كانت كيتمنع على ودها الصحافه. قلنا في المسوده بان غتدخل قضيه الاخلاق، واش هادشي كاين؟ اولا ما كايناش شي مسوده لان الجامعه مازال خدامه، ولكن انا نجاوبك على هذه القضيه. هو الجديد ماشي هو هذا الامر، لان الامور الاباحيه كانت في القانون، الماده 29 مثلا في المطبوعات الاجنبيه هذا الشيء كان في القانون، تنتحدث على الامور الاباحيه. اللي كاين وهو ان هذا الاختصاص كان شحال هذه عند السلطه التنفيذيه، كان عند وزير الداخليه. حنا الان هذا الاختصاص نقلناه للقضاء. الموضوع اللي هو القضاء كاين فيه القضاء الجالس، واش البروكيور جينيرال؟ لا لا القاضي، ولا القاضي يعني حكم قضائي ماشي البروكيور جينيرال. حكم قضائي المنع ديال المواد الاباحيه كما هو كاين في العالم. انا هي هذه المره كان شنو اللي كيحدد هذا انه شي حاجه اباحه ولا لا؟ اباحيه شيء متعارف عليه عالميا. المغرب المغرب الان لا كيحدد تتحدد الالتزامات الدوليه ديال المغرب. عندنا الان الاتفاقيه الاخيره ديال مجلس اوروبا اللي دارت على الجرائم الالكترونيه واللي فيها باب خاص بالامور الاباحيه. هادشي متعارف عليه يعني حنا هذاك الشيء اللي متعارف عليه كافي. انا نعطيك واحد المثال. كنت هنا كنوجدوا هاد الايامات كنشتغلوا على القانون الاختصاص مع البصري للتعديل وفق المستجدات ديال الدستور. درسنا التجارب الدوليه من هاد التجربه ديال الاف سي سي ديال الولايات المتحده الامريكيه. فاش درسنا هذاك النموذج لقينا وخرجوا واحد المقتضى وثيقه هما ديال ما يهم تدبير هذا الانتاج الاباحي، وانه مشى للمحكمه العليا لاحداد الشركات اللي كتشتغل في هذا المجال. طلعت المحكمه العليا باش تدعي الحكومه الامريكيه والكونغرس الامريكي اللي خرج هذه المقتضيات. فهذا نقاش عالمي، ولكن استطاع العالم يتوافق على معايير، وهذيك المعايير في الاعتقاد ديالي انا كافيه باش ندبروا هذا الامر. ثانيا عندنا المرجعيه الدستوريه. سي خالد الطريقي عارفك باغي تعقب، غنطلب منك الاذن غير ندوز للفقره الموليه باش تاخذ الوقت باش تعقب على خاطرك، لان عندنا الزابينغ اللي كل اسبوع لافاتي ولا الناس اللي كيتفرجوا فينا في تويتر في فيسبوك يقترحوا علينا فيديوهات ولا مقتطفات من التلفازه المغربيه والعالميه. نشوفوا الزابينغ ونرجعوا. قررت النيابة العامة المصرية النظر في شكوى جديدة بتهمة تعكير الصفو العام بحق الإعلامي الساخر باسم يوسف المتهم بإهانة الرئيس محمد مرسي والإسلام. باسام يوسف hosts a TV show known for poking fun at the president. Wait a minute. نقول لك واحدة من الاتهامات التي توجه إليك سيد المتهم، كيقولوا نور الدين الصايل صاحب فكر تغريبي. تغريبي شنو معنى تغريبي؟ تغريبي يعني غتجي لي عندك الشيء ديال برا غتحطوا لينا في البلاد. وهاد برا فين هي بعدا؟ برا زعما اوروبا وما جاورها. شنو اللي كيقولوا هما؟ ما تحاولش تحصلني انا. لا 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 سيد القاضي لا ابدا. عمر باسم يوسف ذا كوميديان who hosts the incredibly popular weekly political satire show, Al Burnham Egg? Now, I know Bassem pretty well, so you can imagine that I was shocked that this whole time I have been consorting with a criminal. واش إلا تعاملتي مع الغرب غادي ياكلك غادي تستلب؟ لا، متى يستلب إلا الإنسان اللي ما عندوش يعني ما عندوش الضمانات الكافية ثقافة حضارة عيشة إلى آخره اللي تيكون هو فحل يعني الريح اللي تيجي تاخذ. أنا ما عنديش ما كانش حصل. لماذا تغيب الرؤية الواضحة في عندكم في الحكومة، وعلاش ما عندكمش القدرة على اتخاذ القرار أو جرأة على اتخاذ القرار؟ أنا باغي نسأل هاد البنت شنو قرات باش تقول لي كاين رؤية واضحة. رؤية واضحة وضحناها في التعليم، وضحناها في صندوق المقاصة، وضحناها في التقاعد. إلا تتبع بنيتي هادشي راه قلناه. كلمة في نيوز على المواقع المهنية الاجتماعية، وغادي ناخذ ليكزامبل ديال فياديو اليوم ونفسروه لكم. فهمتي ولا لا؟
اسمح لي يا ما عيطش عليك، راه مقطعوا لي التليفون، ما ساليتش نمشي نخلصوا في الوكاله. الا ما كانش عندك الوقت تقدر تخلص الفاتورات ديالك في انترنت بالبطاقه البنكيه بلا ما تحتاج تمشي للاجونس. كيفاش؟ كيتسمى الاداء الالكتروني الامين، وكيخليك تخلص الفاتورات ديال التليفون او الضوء او الماء او حتى تشري الكتب والحوايج او تقضى اي حاجه اللي كيقترحوها المواقع التجاريه في انترنت. خاص غير تكون عندك بطاقه بنكيه. كيفاش كتستعمل هذه البطاقه في انترنت؟ كتخشيها في الاورديناتور؟ لا، منين كتدخل في موقع تجاري وكتختار شنو بغيتي تخلص او تشري، خاصك تكتب الارقام ديال البطاقه البنكيه ديالك، ومن بعد الموقع التجاري اللي تقديتي منه كياخذ هذاك المبلغ من الحساب البنكي ديالك. ولكن الى هذاك الموقع خدا الارقام البنكيه، اشنو اللي كيضمن ليا انه ما غاديش يدخل الحساب البنكي ديالي وياخذ منه شحال ما بغى ديال الفلوس؟ الاداء الالكتروني الامين كتضمنه ماروك تيليكوميرس في المغرب. الموقع التجاري ما يقدر ياخذ غير المبلغ ديال الحوايج اللي شريتي عنده. باش تاكد من الامانه ديال الموقع خاص يبانوا لك جوج ديال الحوايج. الاولى هي الادريس ديال الموقع اللي كتبدا ب HTTPS وماشي HTTP. الاس اللي زايد كيعني سيكوريتي. الحاجه الثانيه هو واحد القفل اللي كيكون مرسوم قبل HTTPS او تحت لاباج ديال الموقع. فهمتي ولا لا؟ غادي نشوفوا دابا كما كل اسبوع نوع من البرامج اللي ما عندناش في المغرب. نشوفوا التلفازه ديال برا. التلفازه ديال برا اليوم غادي نمشي لماليزيا. اكزاكتومون، كل سيمانه كنختاروا شي برنامج اللي يخرج على العاده، وهذا البرنامج كاين في ماليزيا سميتو امام مودا. امام مودا اللي هي ترجمه ديالها امام الشاب، دونك بحال لي تيلي رياليتي اللي كيديروا لي طالون بحال ستوديو زام مثلا او لا دو فويس. هذه المره هذا البرنامج فيه متشاركين كلهم تيديروا واحد لا كومبيتيسيون باش يوليو في الاخر ائمه. هاد المشاركين عندهم ما بين 18 حتى 27 عام، تيديروا بزاف ديال المباريات باش يتاليميناو بوتي تابتي. دونك كاين الامداح، كاين تلاوه القران، كاين الفتوى، كاين الوعد العظه بلوتو، وحتى كيديروا تحسيس مثلا الشباب باش يقلعوا على التدخين او على المخدرات. هاد الائمه هذوك عندهم ثلاثه ديال الفقهاء او ثلاثه ديال العلماء هما اللي كيمكونين الجوري، ومورا هذا البرنامج غادي يربحوا. واش ما غادي يربحوا؟ يربحوا الحج اولا، بيرغيناج، غادي يمشيو لمكه، غياخذوا واحد لا بورس باش يمشيو يقراو في السعوديه في واحد الجامعه سعوديه ديال الفقه الاسلامي، وغياخذوا ان بوست في الجامع الكبير ديال ماليزيا. دونك هذا برنامج لقاء اعجاب كبير ديال لا بوبولاسيون ديال ماليزيا وحتى الناس ديال الشرقيه، حيتاش كاين نسبه كبيره ديال المسلمين تماك. في لي ريزو سوسيو الناس بزاف عجبوهم هذا البرنامج، تيتبعوه فريمون بزاف، وحتى المراوات بداو كيخمموا انهم يديو زعما بناتهم، تيقولوا بلي هذا سي لو جون ايديال، ما يلقاوش حتى منهم، عارف وملم بتوسكي اسلام تماك، وكي ريبريزونت لا ماليزي بطريقه اللي هي احسن. دونك هذا البرنامج كيتفرجوا فيه بزاف ديال الناس في ماليزيا، سميتو امام مودا. السيد الخلفي، شنو رايك في هذا البرنامج؟ هذا برنامج جميل، ولكن المغرب راه عندنا عناصر قوه ديالنا في هذا المجال، وكانت عدد ديال التجارب لا على مستوى القناه السادسه ولا على مستوى القناه الثانيه او القناه الاولى. تجويد القران، تجويد القران الكريم، والان يظهر بشكل واضح ديال انه هذا المجال ما يسمى بالخصوصيات الدينيه او الوحده المذهبيه ديال اي بلد، لما دخلتيش العصر ديال التكنولوجيا باش تدخل المنافسه ستصبح متجاوز. وهذا من التوجهات اللي كنشتغلوا عليها. كنتصوروا بحال البرنامج في المغرب؟ ممكن. هي الان حنا عندنا اطار اللي كنظم الشراكه مع المجلس العلمي الاعلى ومع وزاره الاوقاف والشؤون الاسلاميه وفق دفاتر التحملات. هذا الامر هذا اللي طرحت شي مبادره ولقات الدعم ديال المؤسسات. حنا كوزاره الاتصال ولقات الدعم ديال المؤسسات. راه اكيد الدعم ديال المؤسسات، لان المغرب ماشي واحد داروا اس ام اس عليه اختاروا المشاهدين غيولي امام. لا ما كنقصدش انا، لا كنقصد الفكره ديال البرنامج باش تكون شراكه خاص للمغرب. لا، لان هذه شراكه كنقصد انا هنا الشراكه ديال الفكره ديال البرنامج ماشي على الاشخاص، يعني شكون اللي كيتقدموا هذاك الكبر كفكره. البرامج اللي عندها طابع ديني بحكم لاجل صيانه، واخا تكون مسابقه فيها العكس، هذه من بين الامور اللي مطروحه في دفتر التحملات الجديد. خلينا نشوف الريبورتاج ونتلاقاو من بعد. اخيرا وزاره الاتصال كتكلم على المشروع الجديد ديال قانون الصحافه. هذا القانون كيتسناوه المهنيين كاملين ديال الميدان بحال محمد الزواق مدير النشر ديال يا بلادي.
On attend quand même un nouveau code de la presse depuis déjà plusieurs ministres, plusieurs mandatures. Aujourd'hui, on a quand même l'impression que les choses ont beaucoup avancé, que ce projet devrait être finalisé, devrait être voté, je l'espère très bientôt. Ça arrive à point nommé puisque les entreprises de presse aujourd'hui souffrent énormément de cette conjoncture qui est assez difficile. Il y a des titres de presse qui ont fermé, il y a des titres de presse qui sont en difficulté, donc il faut le rappeler, et ça met en péril effectivement toute une profession qui est quand même un élément important dans l'édification d'une démocratie. Si la presse écrite est celle qui souffre plus de la crise, la presse électronique a connu d'un côté un succès considérable, ce qui ne peut pas empêcher la presse de continuer à fonctionner. Et là, ce code de la presse, ce projet de code de la presse intègre en son sein une partie liée à la presse électronique pour justement reconnaître cette presse électronique, lui donner un cadre juridique pour justement peut-être éviter tout ce qui est plagiat, instituer un vrai cadre pour reconnaître les journalistes de la presse électronique, avoir une carte de presse, etc. بزاف ديال المزايا هضر عليهم محمد زواق ولكن مشروع قانون الصحافه ما رضاش كلشي حيت تم الانتقاد ديالو بشده بسبب الجزء اللي كيتعلق بالمصادره ديال المنشورات لاسباب اخلاقيه. Je dirais la principale critique qui avait émergé lorsqu'on a découvert un peu ce projet de loi, c'est lié un petit peu aux mœurs, etc. Donc ça, c'est clair que c'est l'aspect négatif finalement de ce projet de code de la presse. Code de la presse est voté, ça permettra, ce sera une première étape. Hier, on pourra toujours évidemment critiquer, on pourra toujours amender, mais c'est déjà une première étape pour aller vers, un nouveau paysage, un nouveau cadre pour la presse en général, la presse écrite en particulier, qu'elle soit papier ou classique, comme on dit, ou bien électronique. شنو الريبورتاج غادي نشوفوا التعليق ديال خالد الطريقي هو صحفي فريلانس على شنو تقال من طرف السيد الوزير على قانون الصحافه الجديد. واهم شيء اللي بغيت نقول انا هو دابا هذاك مشروع قانون ماشي قانون بعد مازال ما بداش واولا نطروح دابا النقاش وخص التعزيز ديال لي بروفيسيونيل موبيليزاسيون ديالهم باش القانون ما يدوش بالصيغه ديالو الحاليه اللي انا رافضها ومازال ما كاينش قانون ومهم كاين مشروع قانون وداك مشروع قانون المشروع عاد تعلن عليه اللجنه العلميه مازال ما سالتش اللجنه العلميه باش نقولوا كاين مشروع ما طرح عليه النقاش هذيك واحد الصيغه ما طرح عليه التصويت كاين واحد الحاجه مكتوبه اللي كتسارى دابا واللي كتعيطوا للسانديكا وكتعيطوا الناس كتقول لهم اجي خذوها باش تناقشوها وتشوفوا شنو فيها هادشي كاين وبغيت بان الصحفيين يوعاو بالخطوره ولا يوعاو بالاهميه ديال هذا القانون اهميه فيها بالاهميه ديالو حتى بالخطوره ديالو انا فيه شي حوايج خطيره شنو الخطوره اللي فيه انت نعطيك انا اكزومبل سامبل لان هو خصكش تشوفه بوحدو خصك تشوفو مع قانون ديال الولوج للمعلومه لان القانون الولوج للمعلومه هو المهم عندي انا من قانون الصحافه انا ما عنديش مشكل مع العقوبات الحبسيه في امريكان وكتمشي الحبس الصحفي كيمشي الحبس الا درتي علاش اما الا درتي علاش لان كتبقى مواطن عادي وخصك تخدم في اطار واحد القانون مضبوط وعندك واحد جوستيس عندك واحد القضاء حتى هو نزيه وكيفهم للخدمه ديالك اللي مهم عندي هو الولوج المعلومه انا نعطيك ان اكزومبل تري سام في الولوج المعلومه دايرين بان ما يمكنش تخرج خبر على استراتيجي سيكتوريال الا كانت اون بريباراسيون ودابا خمم معايا انا كنصايب استراتيجيه في الفلاحه اللي كتهم 70% ديال المغاربه البي بي ديال الفلاحه في المغرب 15% 20% ديال البي بي وما يمكن ليش انا صحفي نجيب في اطار الانجاز نجيب هذيك المعلومه ونخرجها والا خرجتها غادي نتعاقب سواء امونت شوف هما شنو دايرين تما هذه وحده هذه من جهه نعطيك هذا الاكزومبل على هذا الاكزومبل انا نعطيك انا هذا الاكزومبل 2005 خرجت واحد التحقيق على سميناه في تلكال لو سالير دو روا خرجنا لي ديبونس ديال القصر كاملين بالديتاي التليفون اللباس القفاطن المهم كلشي داكشي اللي كيتصرف تما خرجناهم ايماجين معايا كون كنت في اطار هذا القانون هذا خصني نكتب للقصر ونقول الله يخليكم عطوني لي ديبونس ديالكم انا في بلاصه القصر ما نعطيش باسكو ما كيعرفش خالد الطريدقي ما كيعرفش كيفاش داير هذا السيد وما نعطيش وما عندهم الحق ما يعطيش واش كيدخل هادشي في مشيت انا جبت هذاك الدوكيمون جبته من مصادر ديالي ونشرناه والحمد لله القصر تفاعل معنا ما كانت لا عقوبه ما والو والحمد لله داز بخير بالنسبه لي هذه سيت اون جوريس بريدونس خصهم هاد الناس اللي كيصيبوا هاد القانون خصهم يفهموا بان راه الصحفي خدمته شناهي هو يمشي يجيب الخبر قبل ما تولي اوفيسيال الا ولات اوفيسيال راه كاينه لا ماب كاين لايف بي لا من بعد ما كيبقاش والقضيه بسيطه اولا هذا المشروع اللي هو مازال مشروع هذا مشروع عام مرتبط بالموضوع الان موضوع نقاش عمومي مازال ماشي نهائي في القانون ديال الصحافه غادي تكون مقتضيات خاصه بالصحفيين تضمن الحقوق الولوج للمعلومه
هاد للاسف هذيك الصيغه اللي دابا الان تتداول واللي هي صيغه قديمه اللي ظهرت على اللي وزاره تحديث الهيئه الوزاره ديال الاتصال على قانون الصحافه. هو راه كاين 9 ديال النصوص، هذاك هي واحد النص من اصل 9، واحد من هذوك 9 خاص المقتضيات القانونيه ديال حريه الوصول للمعلومه. رجعتوا النظر فيه دابا اللي كتهم الصحفيين. كاين في السكرتاري جنرال الغوفرنمون هو اللي منشور في الموقع ديال السكرتاري جنرال الغوفرنمون. هذاك القانون العام، انا كنقول لك كاينه مقتضيات في اطار قانون الصحافه خاصه. نعطي واحد المثال، هذا القانون اللي كاين الموجود في الامر العام للحكومه كيقيد الاستعمال ديال المعلومات، تيقول لك لا طلبتي شي معلومه وبغيتي تستعملها ديال الطريقين ونشوفوا واش نفس المعلومه كان يمكن لها تظهر خير في قانون الصحافه. ما كاينش هذا المشكل في قانون الصحافه، ما كاينش هذا المشكل. شنو قال لك في المشروع؟ كتبين ولوج المعلومه في المشروع ديال الصحافه، كتبين بانك يمكن لك توصل لاي معلومه مكتوبه داكو. وين ملي كتمشي القانون ديال المعلومه اوفيسيال، لا غير باش لي اوفيسيال دابا اللي هذا هو واحد القانون، واحد مسوده قانون اللي كاينه في الاس جي جي في السكرتير، هذاك هو اللي خصنا نتبازوا عليه. هذاك الشيء اللي كتهضر دابا قلتي لي علاش فاش قلت لي غير غير نكمل السيد وزير، هذه المسوده هذه اللي كتنظم الولوج المعلومه كتقول جزء من هذا الشيء اللي قال سي الطريدقي، وكتقول مسائل اخرى بان مثلا ان بين المسائل اللي ما يمكنش ان يولج لها المواطن العادي هذه المعلومات القطاعيه، وايضا حريه معلومات ديال مداوله الحكومه في الحريه مع المنظمات الدوليه اللي تقدر دير. يعني يعني لا لا فكره عامه اننا فينا كنحاربوا هذا كيفاش نقول اننا انعدام الشفافيه في المعلومه، فينا ان المواطن اللي ما كتمش اللي ما كتمش احنا متفقين الامن الداخلي وهذا، ولكن العلاقه ديالي مع البنك الدولي يعني كتعطي الحكومه انها تقدر تصرف مسائل بمنأى عن يعني الرقابه ديال المواطن ديال العمل ديال الصحافي. قضيه بسيطه، هذا مشروع عدته الوزاره المعنيه، هو الان موضوع نقاش عمومي في اطار الشفافيه. يعني انك غترجع لنظر في هذا؟ اييه، انا هي قانون النسخه الخاصه ديال حقوق المؤلف كنت وضعته في لو سيت، جات واحد العدد الملاحظات على واحد البند، شديت هذاك البند حذفته. دابا هذا البند غادي عاد؟ لا دابا انا كان النقاش انا ما يمكنش البند اللي قال بانه خطير واش غيتم فاش يكون شي نص قانوني موضوع النقاش العمومي ما يمكنش لي نكون انا في بلاصه الوزير المعني. اولا تيوقع استقبال الملاحظات كتدرس، من بعد كندخلوا في واحد المرحله ثانيه، هاد القوانين الكبرى راه كتناقش على المستوى مجلس الحكومه، ومن بعد كتحل على البرلمان. فبالتالي انا اللي نقول لك الوقت كيداهم خطوره اخرى، نعطيكم خطوره اخرى في الافراد المستعمله باش تكون مشكل. لا لا اسمح لي، قانون الصحافه وجيتوا قانون حريه المعلومه، قانون الصحافه جيبوا السي عبد العظيم القروجي يناقش معكم. لا اسمح لي، شوف قانون الصحافه كاين المفردات اللي كنا كنعانيو منهم ديما. ملي كتقول لي بحال بالفرنساوي كنقولوا لوفونس، لوفونس سا ماجيستي، ولا لوفونس دابا ولات فيها لوفونس حتى للمينيستر. لا تشوف ما كاينش، لا اسمح لي، لا لا اسمح لي، كاين اولا انا عندي واحد القضيه. لا ما كاينش هذا لوفونس، نتفاهموا على لوفونس. نعطيك انا دوز اكزومبل، انا شوف خصك تشد القانون وتحطو في ارض الواقع. واحد النص اللي هو غير قانوني. لا اسمح لي الله يخليك، غير قانوني دخلتو على المشروع، ماشي تا مشروع، ماشي تا مشروع. لا النص اللي الان انا مطروح النقاش واحد انا كنناقشوه، النص الملاحظات اللي دارت اللجنه العلميه والصيغه اللي كاينه صيغه جد متقدمه باش نسالوا هذا الشيء اللي كتقول هذا الموضوع. بغيت نعرف واش نتوما غادي تاخذوا بعين الاعتبار هذه الملاحظات ديال الصحفيين والمعنيين اللي كيعتبروا ان هذه مسائل خطيره. انا نكمل معاك التوجه هو ان كل ملاحظه، جل الملاحظات الا كان شي عائق دستوري، ملاحظات اللي طرحها اللجنه العلميه الدستور كي عائق دستوري. جوج ديال الحوايج اللي كتدخلوا في المعلومه. لا انا نضيف لك واحد القضيه اللي هي مهمه باش الناس تطمئن، القضيه ديال الصحفي. ما الصحفي ما الوزير، هل الوزير مقدس؟ لا يمكن، واصلا كلمه المقدس ما مطروحاش الان في الوثيقه الدستوريه. ما قلتش مقدس، انا قلت لوفونس. دابا انا اللي كنجاوب دابا، ما قلتلكش انت قلتيها. البيت القصيد عندي وهو ان الان دخلنا لواحد المجال مؤطر بالدستور، مادام ان الاعداد ديال هذه القوانين في اطار الالتزامات الدوليه كيتم في اطار شفافيه كيتعلن الناس كتعرفها قبل ما توصل حتى لمجلس الحكومه. دابا هذا النص القانوني كيتعرض في الموقع الامن العام للحكومه باش الناس يثيروا نقاش، وكل الامور اللي عندها السند الدستوري يتم التفاعل معها ايجابا على اساس تعتمد. وغادي نتنفسوا شويه مع الزابينغ ونرجعوا. مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم الزوين قصة المجرمين.
ملف اليوم رقم FBI واللي تعرف بجرائم المخدرات والبلية. الفيدرالية الديمقراطية للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل خرجتا اليوم في مسيرة وطنية بالرباط. C'est un gouvernement qui n'est pas à l'écoute. Mais s'il n'écoute pas, bien sûr qu'on reviendra dans la rue. منين خرجت التصويره ديال الحكومه كلشي تصدم كلشي تفاجئ حيت كانوا مستفين غير الرجال كانت باسمه حقاوي اللور ما بيناش كانوا مستفين غير الرجال يعني حتى العيالات الكبار حتى الناس اللي ما قاريينش حتى اللي ما كيتبعوش السياسه بزاف جاتهم ديك الصوره ماشي هي هذيك وهذه نقطه ايجابيه تحسب للمجتمع المغربي هذا كيعني بان كاين تغير في العقليات وكاين امل وانا نحب نقول للشعب التونسي وان راهي الاستبداد والفاشيستيه راهي تجيك هكا بشويه بشويه يعودوك على الاعتداءات يعودوك على التجاوزات لين نهار من نهارات تجي تلقى روحك ملجم تنجم تعمل حتى شيء كما أصيب كل من سائقي التراموي والشاحنة بصدمة نفسية شعل الضوء ماركينا الضوء ملي شعل الضوء الأخضر زدت يلا زدت تحسيت التراموي ضربني قف أول حاجة أنا ما ضربت حتى واحد على يدي أنا كاتب لهم تحذير حكومي ودرت حدا واحد الجمجومة تمني كتكون شي حاجة نايضة كنكتب لهم ممنوع على ضعف القلوب الحوامل خلاصة القول الله يعفو علينا كاملين سيروا ديروا الجيم تحذير حكومي من وزارة دخول الصحة شكرا بزاف على اقتراحات ديالكم الزابين ديالنا وغنمشيو دابا توت سويت لوباز الباز ديال السيمانه نهضر لكم على واحد المعلومه اللي بانت بزاف ديال المواقع الاجتماعيه وبانت في انترنت وحتى في امريكان بزاف ديال لي سيت اللي هي الممثل ديالنا مهدي الوزاني اللي هو تيشارك كممثل في واحد المسلسل سميتو ذا بايبل ديال هيستوري شانل مهدي الوزاني كيلعب الدور ديال الشيطان في هذا المسلسل هذا دونك ماكيي لابس واحد لبسه كحله اون كاب نوار بزاف ديال الناس لاحظوا حاجه وحده هو انه مهدي الوزاني ديغيزي بحال الشيطان كيشبه بزاف الرئيس اوباما هيستوري شانل درت واحد لو ديمونتي كاريمون خرجت قالت لهم لا حنا ما عندنا حتى شي علاقه بهذا الشيء راه ما بغيناش نتهموها بانهم بغاو سيمينال بلي راه بغينا نديابوليزيو اوباما سميتو البرنامج سجل 13 مليون ديال لي فيو وفات امريكان ايدول اللي هو باغمي لي تيلي كروشي المعروفين بزاف ملي كتتفرج فيهم لا بوبولاسيون كامله دونك هذا لوباز هذا دار واحد الانطلاقه كبيره للمسلسل ديال ذا بايبل ومهدي الوزني سوا ولا معروف وتيهضروا عليه بزاف ديال لي ريزو سوسيو وبزاف ديال لي سيت ديال الاناليز اذا وصلنا للجزء الاخير ديال البرنامج وواحد الموضوع اللي ما هضرناش عليه غناكلو العصا اللي هو القانون ديال الصحافه الالكترونيه اللي تحت عليها بشويه السيد الوزير ومروان كان عندك شي اسئله بهذا الخصوص عندنا 3 دقائق ما خصناش نفوتوها نخليك تطرح سؤال ديالك هو كان عمل على الصحافه الالكترونيه اللي كنظن انها بدات كت يعني حتى في يعني بواحد الزخم ديالها بدا وقيله قاربات ولا ديباسات كاع الصحافه الورقيه اللي كنشوفوا مثلا دي سيت اللي بلا ما نذكرهم اللي عدد من ناحيه ومن ناحيه اخرى انا الزوار مثلا ديال سيت نقدروا نذكروا اسبريس ولا هذا اللي مليون ديال 800 حتى المليون مع العلم ان مقارنه ان الصحف كامله كتدير واحد 250 الف ولا 300 هذه يعني الاهميه ديالها اظن انها مقله كاع نقدروا نديروا لها بخير واضح ماشي هو المشكل اولا هذا الاسبوع هذا الاعلان على الكتاب الابيض الخاص بالنهوض والصحافه الالكترونيه هذا قطاع قوي رائد 500 موقع الكتروني اخباري وكما قلتي ولا عندنا نموذج اقتصادي خاص بها وعلى خلاف دول اخرى المغرب هو موقع الكتروني كيتحول لجرائد ورقيه وهذا الشيء اللي هو مهم العنصر الثاني اللي غاديين فيه اولا حريه النشر الالكتروني وتنصص عليها بوضوح وهذا الشيء فيه التزامات دوليه للمغرب مع الاتحاد الدولي للاتصالات مع دول اخرى يعني على المستوى مع الاتحاد الاوروبي ثالثا المغرب هو رائد من خص التقنين القانوني يكون هي مقدمه للنهوض المهني خاصه وان بين تحديات للقناء ان هذا القطاع ما دخلش في استراتيجيه المغرب الرقمي واخا في الورق مكتوب ولكن عمليا ما كانش فالان تطرح واحد المشروع متكامل وكنحيي هنا المهنيين لان درنا لقاء في 10 مارس 2012 250 موقع اللي كانت شاركت فيه دارت نقاش عبر الموقع ديال الوزاره حول المكونات ديال هذا القانون من بعد خدينا هذيك الملاحظات والان هذا الاسبوع يتعلن على الكتاب بالرئاسه ديال اللجنه ديال السي عبد الوهاب الرامي الاشكاليه اللي عندنا وهو الخصوصيه ديال النشر الالكتروني فيه ما يسمى باليوزر جينيريتد
كانت ان المستعمل هو كي وهذا كيطرح مسؤوليه ديال النشر الالكتروني. حنا هنا لقينا الصياغ اللي تعتمدت على المستوى خاصه المستوى الانجلو ساكسوني هي اللي ساعدتنا بواحد الشكل كبير باش حلينا بعض الاشكالات المرتبطه بالمسؤوليه. وغير يتقدم هذا المشروع ديال القانون غادي نحل نخصصوا له حلقه كامله ديال نقاش 2.0 لانه مهم جدا غادي يكون جزء من قانون الصحافه. واحد الحاجه المشروع قانون ديال الصحافه كيهضر على الصحافه الالكترونيه في العقوبات تماما نسكت نقطه تماما كيهضر عليها ماشي المشروع غادي نرجع شنو قال القانون الحالي نكمل بالسؤال الحالي والمشروع الاخير وزير السؤال الاخير من فضلك كيهضر على العقوبات كاينه القيس الالكتروني خصوصا العقوبات شفنا في انجلترا شنو وقع مع لو سكوندال ديال نيوز اوف ذا وورلد اللي وقعوا فيه بزاف ديال الخروج من الطريق بالنسبه للعمل ديال الصحفيين وصلوا لواحد الحل هو انه باستشاره مع الملكه انه ماشي قانون غيكون ان كوميسيون ديال لي جورناليست بيناتهم اللي كيحميو لا ديونتولوجي والاخلاقيه في المهنيه ديال المعنى ديال الصحافة. علاش ما يكونش عندنا حنايا غير هيئة بينات الصحفيين بيناتهم يقمموا راسهم وبلا ما نديروا لا قانون الصحافة ولا مشاريع. واللي كاين انه في النموذج البريطاني وخاصة العقوبات النموذج البريطاني لفنسن شنو وصل قال خصني نديروا قانون. علاش؟ باش العقوبة اللي كتصدر على هذه الهيئة يكون عندها أثر قانوني. اذا هل هيئة استشاريه ما عندهاش فعليه ديال القانون؟ هيئة ماشي هيئة استشاريه. هذاك النموذج البريطاني مازال ما وصلوش للحسم ولكن الصيغه اللي ولكن هو الطريق نقدروا نخمو فيه الطريق اللي نخمو فيه هو انهم جاو دعموا الراي ديالنا اللي هو ان خصها تكون صادره بالقانون. رجع قرا التقرير كيقول لك خصها تكون صادره بالقانون وتكون منبثقه على المهنيين. هذا هو المسار اللي حنا طرحناه واللي جابنا على الفصل 28 من الدستور. تنظيم ذاتي للمهنه بكيفيه مستقله وديمقراطيه. ديمقراطيه خص تكون انتخابات المهنيين. باش نكون معك دقيق السلطه التنفيذيه وزاره الاتصال ما تكونش حتى عضو في اللجنه اللي تنظم هذه الانتخابات. ما دايرش انتخابات المهنيين وما دايرين ريبريزونتون دي زورغانيزم لي بلو ريبريزونتاتيف. هذا هو اللي داير الانتخابات. لا هذاك النص القديم ديال 2007 حنا دابا الان درنا انتخابات مباشره ديال المهنيين باش حلينا الاشكال ديال الديمقراطيه. 15 عام ولا 20 عام ودابا ديال الجنه العلميه راه كتناقش في هذا القضيه. 15 عام ولا 20 عام غادي نرجعوا لهذا الموضوع هذا النقاش واحد الجنه العلميه راه كتناقشوا هذه الجنه فيها المهنيين كيناقشوا نتمنوا نلقاو شي حاجه. يطول الحديث وما غنقدروش نكملوا النقاش ولكن بغيت نشكر غير خالد طريطقي اللي جاتنا التعقيبات ديالو مروان حرواش كذلك سنايبر بوين مال اندرسكور ايما اللي بغى يتبعوا وسيد الوزير. مازال خصني نهضر في هذا الموضوع في الحلقه الجايه راه مازال ما عرفتش. ان شاء الله مرحبا بك ما كاين حتى شي مشكل. سيد الوزير كنرحب بك اي مره بغيتي ترجع لنقاش 2.0 باش نذكروا على هذه المواضيع هذه. شكرا لفتي شكرا للفريق اللي كيساعدنا في التهيئه ديال هذا البرنامج هذه. شكرا انتم اللي كتبعونا واللي كتعطينا التعقيبات ديالكم التعليقات الاسئله كتشاركونا نقاش 2.0 في فيسبوك ولا في تويتر. نتلاقاو الاسبوع الجاي ان شاء الله الحد مع السلامه دوزام. Hello, Frasco. Oh.